الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط منذ ديسمبر الماضي دعمت شهية الاقتراض في الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا ما كشفه استطلاع للمصرف المركزي الإماراتي، والذي أضاف أن الطلب على الائتمان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تجاوز الطلب في الربع الأخير من 2016، وسجل مستويات مماثلة للربع الثالث من العام المنصرم. وكانت المصارف المحلية قد تبنت سياسات حذرة في الإقراض خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالقروض الشخصية والعقارية، وذلك نتيجة تخلف عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن سداد ديونها. السياسات الحذرة هذه ألقت بثقلها على ربحية القطاع بشكل عام، ويتوقع المحللون أن يسجل النمو في الإقراض في عام 2017 مستويات 6%، وهو مماثل لما سجل في عام 2016. وقد بدأت البنوك في الدولة بإصدار نتائجها الفصلية للربع الأول من هذا العام. بنك أبوظبي الوطني، الذي دمج أعماله مع بنك الخليج الأول في أبريل الماضي، حقق نمواً في أرباحه بأكثر من 12% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ليسجل 2,900,000,000 درهم. أما بنك الإمارات دبي الوطني فسجلت أرباحه ارتفاعاً بلغ 4% لتصل إلى 1,800,000,000 درهم. وقد أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه أول بنك في الدولة يعتمد اليوم على تقييمات وتقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عند منحه القروض وبطاقات الائتمان للأفراد، علما أن حجم القروض التي قدمها البنك خلال الربع الأول من هذا العام نما بنسبة 2%. وقد أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الشهر الماضي خدمة إصدار التقييم الائتماني للمواطنين والمقيمين في الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في تحديد القدرة الائتمانية للأفراد وإمكانية التزامهم بسداد مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة.